تساؤل مهم في هذا الصيف بالنسبة لأمراض الروماتيزم، وهو دور الشمس. أشعة الشمس مهمة جدا، مهمة للجسم، مهمة للعظام، مهمة للحالة النفسية، لأن هناك مادة مهمة وهي الفيتامين دي، اللي كاين المكونات ديالها تحت الجلد ديال الإنسان، وخص أشعة الشمس اللي باش تخرجها للوجود بحال واحد الكاتاليزور. فالناس كيقول لك بأن الشمس مزيانة، بطبيعة الحال هي مزيانة، ولكن ما خصش الواحد يتعرض لها بعشوائية. غالبا كيجيو تحت الشمس باللباس ديالهم، كيسخنوا كياخذوا الحرارة، او كياخذوا واحد الضربة ديال الشمس قوية. تعرض للشمس باش ياخذ الواحد الفيتامين دي، وهو مدة قليلة تتراوح بين 10 الى 15 دقيقة، جوج المرات في السيمانة كافين. ويدير الواحد الى بغى يتحقق يدير التحليله ديالها، الا كانت ناقصه بزاف كنقدروا نعوضوها ببعض الادويه. كيسولوا الناس على بعض الماكولات، فهي موجوده في بعض الماكولات ولكنها نادره جدا، بعض انواع الاسماك، ماشي بحال الكالسيوم اللي في المواد الحليبيه ومشتقات الحليب. لهذا فأمراض الروماتيزم مع الشمس الواحد لابد يتعرض، ولكن يتفادى ياخذ ديك الضربة والنزلة ديال الشمس القوية. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.